يواصل وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورني جولته الشرق أوسطية التي تستمر حتى غد وتتمحور حول الآفاق السياسية لمرحلة ما بعد الحرب في غزة. وبعد زيارته مصر بدأ الوزير الفرنسي زيارة إلى إسرائيل، وفي تصريحات له قال سيجورني إن فرنسا تطالب بوقف إطلاق النار وترفض التهجير القسري، إضافة إلى ضرورة إدخال المساعدات إلى قطاع غزة ووقف دائم لإطلاق النار ووقف معاناة المدنيين وتحرير المحتجزين في غزة. Nous le devons et nous irons œuvrer justement immédiatement à cette libération.